أنا أدخلكم الآن في تمرين. يلا بسألكم سؤال، شنو آخر هدية أنتوا الآن متزوجات، آخر هدية شريتوها حق أزواجكم؟ أنا بعطيكم 5 خيارات وجاوبوا. خيار الأول، أنتوا شريتوا الهدية لأن تعرفون أن الزوج يحتاجها، فشريتي له شيء هو يحتاجه. الخيار الثاني، أنت شريتي الهدية لأن هو بيستفيد منها وأنت بتستفيدين منها بعد. واضحة الفكرة؟ الخيار الثالث، أنه أنت شريتي الهدية وتتوقعين أن هو يحب هالنوع من الهدايا. أنت ما عندك جارنتي بس توقعات. الرابع، أنت شريتوا الهدية بس ما تعرفون ليش هو محتاجها بس هو محتاجها. الخامس، مو متذكرين آخر هدية شريتوها. تمام؟ هذه 5 خيارات. الآن أبي كل شخص فيكم يضمر في نفسه أي رقم لآخر هدية شريتوها. هل هو رقم 1 تعرف أنه يحتاجها، أو 2 اثنيناتكم تستفيدون منها، أو 3 تتأملون أنه هو يحبها الهدية، أو 4 ما تعرفون ليش هو محتاجها، أو 5 ما تقدرون ما تتذكرون آخر هدية. اخترتوا؟ خلاص؟ نطلع النتائج؟ راح أسوي اختبار حين نشوف منو فيكم يحب الزوج منو فيكم ما يحب الزوج. اختبار هذا. طيب نشوف النتائج. اللي اختار فيكم 1 أو 2 أو 3 هذا يدل على أنه في حب. لا لا يعني لا يعني في حب، يعني أنت لما شريتي هالهدية معناته أن أنت تحبين زوجك. إلى أنه شنو هو 1 أنت تعرفين أنه يحتاجه، أو 2 اثنيناتكم تستفيدون منها، أو 3 تتأملون أنه يحب هالهدية. إذا اخترتوا واحدة من هالثلاث معناته أنت تحبينه. فهمتوا الفكرة؟ طيب إذا اخترتوا رقم 4 معناته الحب قوي جدا. شنو رقم 4؟ أنه هو يبي هالهدية بس أنت ما تعرفين ليش هو يبيها، ومع هذا ايش سويتوا؟ شريتيها. نعم؟ هو مو شرط، بس أنا قاعد أسوي اختبار حق آخر هدية أنت شريتيها. ما أدري شريتي ولا ما شريتي، بس المهم حق آخر هدية أنت شريتيها. أي يعني أنت تعرفين أنه محتاجها بس ما تعرفين ليش هو محتاج. فكونش تشترين شيء أنت مو فاهمته علشان الزوج محتاجه معناته أنه الحب إيش فيه؟ قوي. غير رقم 1 و2 و3 ما أعرف. سألوا أزواجكم، ممكن سألي وبعدين مخالف ما في مانع. طيب رقم 5، اللي اختار رقم 5 شنو رقم 5؟ ما تتذكرين آخر هدية أصلا شريتيها. هذه شنو معناتها؟ العلاقة إيش فيها؟ علاقة فاترة. معناتها الحب، تذكرون أمس اليوم تكلمنا عن موضوع الإيداع والسحوبات، معناتها الرصيد أكثر في الإيداع ولا السحوبات؟ السحوبات.